أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تحقيق أو طبعة ينصحنا بها فضيلتكم بخصوص كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ ما أدري هل حقق أو ما حقق، لكنه مطبوع بكثرة، مطبوع بكثرة، فهو متيسر ولله الحمد ومتوفر. إن وجدتم أنه قد حقق فبها ونعمت، وإلا فالأصل معروف، الأصل معروف ومتداول. نعم.